مرحبا بكم في قناتي. غادي نوجدو مع بعض اليوم البريوش بكريمه الحامض. كان سبق ليا واحد درت معكم كريمه الحامض، غادي نحطها لكم الرابط ديالها غادي نحطو تحت الفيديو. دابا ندوزو باش نحضرو العجينه. كنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق مع معلقه صغيره ديال الملحه، كنحتاجو معلقه كبيره ديال حليب الغبره، معلقه كبيره ونص خماره فوريه، كنحتاجو 80 غرام ديال الزبده، 60 غرام ديال السكر، 20 مليلتر ديال الماء دافي. هنايا عندنا 3 ديال البيضات مع 1 بيض بيضه، الصفار ها هو احتفظت به باش ندهنوا العجينه من الفوق. انا غادي نبدي نعجن ونخليكم على المراحل ان شاء الله. بعد ما تعجنات العجينه غادي نغطيها. هذا الشكل نخليوها تخمر لمده ديال ساعه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. بعد ما خمرت العجينه طلقتها على شكل طولي. هنايا درت ضفت لها 150 غرام ديال الزبده تكون طريه. فغادي نجيبو هاد الجنب نشدوه هنايا ونردو عليه الجنب الاخر بهذه الطريقه. دائما وحنايا كنديرو مايزينا اولا الدقيق، انا كنستعمل مايزينا حيت كتكون العجينه طريه صافي. دابا غادي نكملو نبقوها بالمدلك ونرقوها مره اخرى على شكل طولي. الا شفناها كتلتصق لينا ولا نزيدو مايزينا. دابا غادي نجيبو هاد الطرف نديروه هنا بهاد الشكل، نجيبو الاخر نديروه هنا حدا منو ونديرو ليهم هكذا. دائما حنا كنرشوا في مايزينا. دابا نرجعوا نطلقوها مره ثانيه بالمدلك بهذا الشكل. هنايا شويه
نكملوا بهذه الطريقه، ندلكوها على شكل بولي. دابا غادي نطويوها على ثلاثة. داك خرجت ليا ماشي مشكل صافي. دابا نرجعو نطلقوها مره اخرى صافي، ونديرو طريقه التشكيل. دائما وحنا كنرشو في مايزينا، انا كنستعمل مايزينا حيت كتعطي تعطيها التوراق زين. هاد البريوش كتجي مورقه شويه من الداخل. صافي نطلقوها على هاد الشكل، شكل طولي، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. انا نكمل التوراق ديالها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. بعد ما طلقتها دهنتها بكريمة الحامض اللي كان سبق لينا وجدناها مع بعض، صافي كنديرو لي بهذا الشكل. بقا مكمله بهذه الطريقه. نقرصوا هاد الشناب هنايا كيف العاده باش ما يتحلوا ليناش. صافي بهذا الشكل. دابا غادي نقطعها الطريفات ونديرها في المول ونخليوها تخمر لمده ديال ساعتين، ونرجعوا من بعد ان شاء الله. ها هي البريوش ديالنا بعد ما خمرات، دهنتها بصفر بيضة اللي كنا خليناه. انا شات ليا هذوك ربعه ديال الطروفه درتهم هكذا صغارين فرديين. صافي دابا غادي ندخلها للفران 180 درجه حتى تطيب. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق، وكتجي مورقه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنساوش